ناقش الاجتماع الذي عقده الأستاذ مصبح العبد البحصاني نائب المدير العام لمديرية الشحر مع السلطة المحلية بمركز الحامي والمقد ممثلة بالأستاذ محمد سالم بن الشيخ أبو بكر مع عدد من مدراء المكاتب بالمديرية ومدراء الفروع المشاكل الخدمية التي تعانيها الحامي والمقد وسبل وضع الحلول والمعالجات لها. واستفتح نائب المدير العام لمديرية الشحر الاجتماع المنعقد بالسلطة المحلية بالحامي بكلمة هنأ فيها افتتاح قسم جديد بالسلطة المحلية بمركز الحامي يتولاه الشيخ محمد سالم بن سالم بعباد وهو مندوب محكمة الشحر الابتدائية ليتولى أعمال الإثبات. يتم بعد ذلك إعطاء مدراء فروع المكاتب الخدمية بمركز الحامي صورة عن المشاكل الخدمية التي تعانيها مدينة الحامي. وأكد نائب المدير العام إلى متابعة السلطة المحلية بالمديرية لوضع الحلول والمعالجات لكافة الإشكاليات وفق الإمكانيات المتاحة ومتابعتها مع المحافظ والجهات المعنية، موجها المكاتب الخدمية المعنية ومكتب التخطيط بعمل لازم من رفع الدراسات والاحتياجات الملحة لرفعها للمحافظ والمنظمات والجهات الداعمة، مشيرا إلى دورية هذا اللقاء لمتابعة كافة التكاليف والإشكاليات الخدمية التي تحتاجها مدينة الحامي.